مساء الخير جميعا. اليوم في الصباح كان لدينا نفس هذا الويبينار بلغات أخرى. نحن نقوم بمثل هذه العروض التقديمية والاجتماعات بأكثر من 10 لغات. كل من شارك في مثل هذه الاجتماعات مثلا في السبت الماضي في الاجتماع النهائي في السبت الماضي سمع عن أعتقد قصتي عن أنني افتتحت مطعم للأكلات السريعة والآن أريد أن أقدم نفسي لجميع. اسمي دراغ أستانيوس، ممثل مجلس الرؤساء ورئيس في إطار البرنامج لجمعية المستهلكين لتطور الاقتصادي العالمي ومدرب معتمد في دورة ماستر بروف ومقدم عبقرية التمويل وعضو جمعية جنرات العالم من أجل السلام ورئيس جمعية المستهلكين وصاحب أعمال ومستثمر محترف. كل من شارك في اجتماعنا السابق، أنا بدأت بتقديم مشروع uGain وتحدثت لكم أيضا عن يعني خبرتي وتجربتي في هذا المجال، وأنا قمت بتحليل طريقي في مجال العمل التجاري. أنا فهمت أنني يعني تمكنت من كيفية التغلب على بعض الصعوبات التي سأواجهها، وكي يعني أتغلب على هذه الصعوبات كنت قد يعني كنت مجبرا على دفع يعني الوقت والأموال أيضا على الجانب الاقتصادي. أريد أن أقدم إليكم بعض من زملائي في هذا المشروع وفي يعني مؤسسة التطور الاقتصادي الجديد للعالم، وأريد أن أخبركم عن الخطوات الأولى والأمور التي من الممكن أن يعني تتعرضون إليها أو تلتقون بها أثناء العمل في التسويق. السبت الماضي تحدثت عن ما هي الأمور التي من الممكن أن يتعرض لها صاحب الأعمال، وتحدثت أيضا يعني زملائكم ما هي الصعوبات التي يعني التي يواجهها الناس عند البدء في العمل التجاري متعدد المستويات. وأريد أن يعني أخبركم وأعطيكم بعض المعلومات عن القطاعات المختلفة الموجودة، لأن القطاعات هي مختلفة وكثيرة وهي صعبة، يعني مثلا من الصعب التوصل إلى ما هو الحل المناسب. uGain هو يعطينا الحلول في مختلف أنواع يعني الأعمال التجارية والعمل التجاري والاستثمارات التجارية متعددة المستويات، وكل هذه الأمور ستكون موجودة في هذا العرض التقديمي مع زميلي الذي هو يعتبر أيضا كخبير في هذا المجال، وحيث سيخبركم عن أنه إمكانية إيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تواجهها أثناء المراحل المختلفة من العمل التجاري. سننتقل إلى الشريحة التالية. يعني عند كثير من الناس عند سماعهم تحسين مستوى حياتهم ويريدون تحسين مستوى حياتهم بسوق من عدد المستويات يندفعون وبتهور إلى يعني بيع. الأمور التي يعني كانت هي في متناول يديهم
ولكنهم يعني لا يعرفون كيف ينتهي الأمر. وأنا كنت دائما أقوم ببذل جهود مختلفة وكثيرة لأحصل على ما أريده من العمل. طبعا في عالم العمل التقليدي لا نحصل على الأجر الذي نستحقه. مثلا أنت تعمل في مكان معين وتحصل على 300 أو 400 أو 1000 يورو ويكون يعني هذا المبلغ هو يعني الذي يعتمدون عليه في حياتهم. والآن يعني نتحدث عن كما قلنا برنامج يوغين والذي هو سيساعدنا في تحقيق يعني إيجاد الحلول لهذه المشكلة. في الحقيقة جميع الشركاء التسويق الشبكي يواجهون مشاكل، وهناك خطوات مختلفة، وهناك بعض الأشخاص الذين يعني الذي يمكن الآن هو يستمع إلي الذي لديه خبرة كبيرة في هذا المجال في التسويق الشبكي، هو ممكن موجود معنا، هو من أرواد هذا العمل، وهذا الشخص سيقول هذه مرة أخرى سنستمع إلى قائمة أسماء، ولكن أنا لا أريد أن أذكر الأسماء، ولكن أريد أن أذكر يعني قائمة من الصعوبات التي يواجهها الناس. وجميع الأشخاص الذين يستمعون إلي الآن هم جزء من مشروع، يعني مشروع هذه المؤسسة الكبيرة. نحن جميعنا نعتبر كشركاء في التسويق الشبكي المتعدد المستويات أو الاستثمار المتعدد المستويات. وأنا لمدة 12 سنة كنت أعمل في مجال الكهرباء كهربائي، وللمرة الأولى التي كنت في يعني صالة فندق، وكان هناك يعني معلومات عن كيف يجب علي التعامل مع الناس وإعطاء قائمة أسماء، وهذه الأسماء هي كانت بالنسبة لي هي يعني الكنز، لأنهم هم العملاء. نحن خلال هذه الساعتين اليوم ستسمعون هذه الكلمة كثيرا، العميل والعملاء. أول صعوبة هي صعوبة قائمة الأسماء. إذا أنتم قررتم البدء بعملكم التجاري فيجب عليكم أن تكون لديكم قائمة أسماء. سننتقل إلى الشرح التالي. هناك مشكلة أخرى أن الشركاء لا يريدون إجراء اتصالات. هذه مشاكل تحدث يعني بشكل متكرر. نحن يعني نرسل أحيانا رسائل لبعض الناس للأصدقاء، ونحن نقول يعني لهم أحيانا يعني عندما نتصل بأصدقائنا وأقربائنا نحن يعني نحصل على الرد، لأن هذا شيء طبيعي أن تتصل بأصدقائك. ولكن مثلا يعني هناك أمثلة، أنت ذهبت إلى مثلا إلى محل أو مطعم لبيع الوجبات السريعة أو البيتزا وأعجبت بالأكلة، فأنت تتصل بصديقك مثلا وتخبره عن يعني أن هذا الطعم وهذه الأكلة كانت رائعة، وأستطيع أن أشرح له بعض المعلومات يعني، وأعطيه
بعض يعني نستطيع أن أقولها طاقة، وأيضا أستطيع مثلا أن أرسل هذه الرسالة يعني عن طريق رسالة صوتية. وبهذا الشكل أنا قمت بإعلان أو تسويق لهذا المطعم. وبهذا الشكل يعني هذا الأمر هو ليس صعب بالنسبة لي مثلا، وأنا قمت بهذا الشيء. ولكن هذا الشيء البسيط هو يعتبر شيء مهم جدا، لأنه يعطي الإمكانية للناس أن يذهبوا إلى هذا المكان، أن يقوموا بشراء هذه الوجبات. إذن uGain هذه الخطوة هي التي تحدثنا عنها هي ستكون أسهل مع uGain، مع يعني هذا التطبيق ومع هذا مع هذه البيئة التي نتحدث عنها. يعني أنت لا تحتاج إلى الاتصال بصديق مثلا وأن تتكلم بشكل يعني مثلا محدد لكي تقوم بنقل المعلومات. هذا يؤدي إلى يعني نستطيع أن نقول يعني صرف في الطاقة والتعب، ولكن نحن من خلال uGain نستطيع أن يعني نعبر هذه أو نتخطى هذه الصعوبة بمساعدة uGain. وننتقل إلى الشريحة التالية. الكثير من الشركاء لا يريدون تحديد اللقاءات. هناك مرات عديدة أنت مثلا يعني في مكان معين وتتحدث مع صديق، وأحيانا نبدأ ب يعني صرف الكثير من الأموال، وأنت مثلا تجد في محل تجاري ربطة عنق جميلة مثلا أو ملابس أو طعام معين، وجبة سريعة معينة تعجبك. وعادة ما تكون هذه اللقاءات هي تكون يعني إمكانية لأن تعلن أو إعلان لصديقك أو لشخص معين عن هذا المكان الذي أنت زرته، وهذا المكان هو سيكون يعني مكان له يعني إحساس معين. وشيء مهم جدا أن مع uGain سيكون هناك علاقة أو ربط بين صاحب العمل وبين العميل، وصاحب العمل يمكنه أن يقوم ب الإعلان، وهذا الإعلان يعني بدوره سيؤدي إلى يعني توسيع العمل. أنا لست صاحب مثلا عمل وصاحب مثلا أو رجل أعمال، ولكني أستطيع أن أشارك في هذا البرنامج وأستطيع أن يعني أوصي بهذا العمل أو بهذا البرنامج لبقية أصحاب العمل. وبهذا الشكل سيكون لدي عمل ضخم أو إمكانية كبيرة في عملي الخاص. كل هؤلاء الشركاء لديهم مشكلة أخرى، يجب على الشريك أن يقوم بالبيع بشكل مستمر. هذا شيء مهم جدا، وهذا الشيء هو مثلا الشركات وجميع الشركات الرائعة التي تستخدم هذه المنتجات مثلا أو الإضافات المختلفة إلى الأغذية المختلفة أو يعني خدمات معينة. لدينا
الأمر الأهم هو الموضوع التعليم، وهذا الشيء هو يعني مهم جدا. نحن نعرف أن 50% من الناس هم يبيعون أشياء معينة، وال50% البقية هم يقومون بشراء ما يبيعه البقية، وجميع الشركاء لديهم نفس المشكلة. ويعني حتى إذا كان الشخص يمكنه أن يقوم أن إيجاد شريك آخر، وعلى أي حال يتوجب عليه القيام بالمبيعات، يعني هذا لا يعني أنه يجب عليه أن يتوقف، ودائما أنا يجب عليه أن أتخطى هذه الصعوبات، ويجب عليه أن أعلم البقية كيف أتخطي هذه الصعوبات، لأن هذا الشخص إذا يعني الشريك إذا هو ما استطاع أن يبيع شيء فلن أحصل أنا أيضا على النسبة، ولذلك نتحدث عن المبيعات في uGain هي تكون بشكل أوتوماتيكي، والمشتري أو العميل هو سيكون بإمكانية كبيرة من الولاء والراحة، هو سيكون مستريح بسبب هذا البرنامج. كيف سيتم هذا الأمر؟ يمكننا أن نركز على كيفية رفع أو توسيع شبكتنا، وكيفية يعني كيفية إيصال الكثير من عملاء إلى شبكتنا. وأريد أن أخبركم أيضا عن أمر ممكن هو سيمنعكم من النوم اليوم، يعني لأنه في مشروعنا نحن نحتاج إلى يعني تفكير مستمر، تفكير وتفكير وتفكير، ولكني سأخبركم عن هذا الأمر فيما بعد. طيب ننتقل إلى الشريحة التالية بفضلكم. في بعض الشركات الشبكية للحصول على العمولة يتوجب عليكم بشكل دائم استخدام منتج أو حجز هذا المنتج شهريا. طبعا جميعنا نعرف أن من الممكن هذا أن تكون هذه الحقيقة، هذا الشيء صحيح. نعم يجب علينا جميعا أن نكون يعني الأوائل، يعني إذا أردت أن أتوجه إلى بعض الناس وأريد أن أعرض عليهم بعض أنواع من المنتجات مثلا، كيف يجب علي أن أشرح هذا الشكل هذا الأمر؟ مثلا حبوب للتنحيف على سبيل المثال، أنا ما استخدمت أبدا هذا المنتج، هل هو فعال أو لا؟ ولذلك بمثل هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أقول الحقيقة لأنني ما استخدمت، ولذلك كيف يمكنني أن أبيع مثلا التعليم وإذا أنا ما حضرت بنفسي هذه يعني الدورات التي تعرضها علينا الشركة؟ في البداية يجب علينا أن نعرف بشكل جيد ما تقدمه إلينا شركتنا، ويجب أن علينا أن نتعلم هذا المنتج أو هذا التعليم مثلا، وبعدها أن يمكننا أن نعرضه على البقية. وأريد أن أقول لكم أيضا أنا من الأوائل الذين يشترون هذه المنتجات التعليمية، أريد أن أكون دائما في المقدمة، أريد أن أكون دائما مستعد للإجابة عن الأسئلة التي من الممكن أن توجه إلي من قبل يعني
الشركاء في المستقبل، ولهذا المنتج الجديد uGain لا يجب علي أن أستخدم دائما هذا المنتج مثلا، ولكن بعدها ستعرفون وكم من الرائع استخدام هذا المنتج، وإخبار الناس كيف سيمكنكم مثلا الذهاب إلى مكان معين، تناول وجبة رائعة أو شراء منتجات معينة، وتحصل بعدها أيضا على نسبة. طيب ننتقل إلى الشريحة التالية. هذه الشريحة بالنسبة لي ومن وجهة نظري هو أهم الشرائح الموجودة في هذا العرض التقديمي. لماذا نحن أردنا أن نقدم إلى حضراتكم جميع الصعوبات التي من الممكن أن تواجهها كصاحب أعمال كما تحدثنا بالسبب، وتلك الصعوبات التي من الممكن أن يواجهها شركائنا؟ أنا لا أريد أن أتحدث مثلا عن ممكن يعني التسويق الشبكي والاستثمار الجماعي متعدد المستويات، هذه أمور صعبة. نتحدث عن التعليم والتدريب، هذه هي الأمور الأهم في مشروع uGain. الآن سأخبركم عن جميع الأسباب. حتى لا يعني أهتم بأن كل الأمور التي تتحدث فيها شبكتنا وشركتنا، ولكن أنا أتحدث عن بالتحديد أن كل ما تعلمناه بسبب أو بعد انضمامنا إلى هذه المؤسسة الرائعة هو جاء إلينا بالفائدة. نحن قمنا بفتح ماراثون لهؤلاء الذين يعني أرادوا التعلم، وهو أهم يعني من أهم الأمور التي تعلمناها. وعندما تريد أن تتكلم مع صاحب عمل فهذا الأمر هو أمر مختلف، لأنه هذا أمر مختلف عن التكلم مع أصدقائكم، مع جدكم جدتكم وأبنائكم وأصدقائكم والناس الآخرين زملائكم وغيرها في العمل. أنت تتحدث مع رجل أعمال حقيقي، هذا أمر آخر يعني مختلف. نحن الآن نعيش في عام 2020، وإذا ما كان لدينا التدريب والإعداد التام للتحدث مع مثلا رجل أعمال مهم، ونحن نأخذ وقته الثمين ونترك انطباع غير جيد، فطبعا سيكون الأمر والانطباع عن هذا المشروع، مشروع uGain الذي هو يعني في بدايته، سيكون هذا من الممكن شيء مضر يعني لهذا المشروع. ولذلك يجب علينا أن نقوم بتعليم آلاف أو ألف شريك من شركائنا الذين يريدون العمل وبشكل جدي، والحصول على التدريب المطلوب. يعني ثقوا بي
رجل الأعمال هذا موضوع آخر يختلف عن بقية الناس. هذا ليس كما تتحدث مع شخص من قائمة الأسماء الموجودة لديك. رجل الأعمال هو أو صاحب العمل هو يعني مشغول جدا، هو يحصل يوميا على عروض كبيرة ومتكررة وعروض عمل وأمور أخرى. رجال أعمال هم أيضا يعني لديهم خلفية دائما عن أي عرض، وهم يقولون دائما سيجب علي أن أتحدث مع المحامي، محامي الشركة، ومع مستشار التمويل، هذا كي لا يقع رجل الأعمال في مشكلة معينة، وكي لا يقع الشخص أيضا مع رجل الأعمال في مشكلة معينة. إذا نحن نعطي هؤلاء 1000 شريك المشاركة الحق في المشاركة في مشروعنا. 1000 شخص، لا نقول هذا العدد كبير. اليوم كان لدينا أول ويبينار، وكان هناك عدد كبير من الناس الذين يريدون التواصل والعمل معنا، وهم يعني فهموا إلى أي حد مهم أن يحصلوا على الرموز المميزة، وهذا كله من خلال مشروع يوGain. نحن نتحدث عن يعني عدد غير محدد من توكنز أو ما تسمى بالرموز المميزة، وهذا الشيء يعني شيء يعني رائع. وفكروا أيضا إذا تحدثنا أو فكرنا عن الأرقام، وعلى سبيل المثال هؤلاء 1000 شخص الذين سنقوم باختيارهم، هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بهذا الأمر، هم يتمكنون ممكن خلال شهر من التسجيل في برنامجنا. هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون لديهم صفتين، صفة أو علامتين مميزتين. يجب أن يكون لديه يعني أولا أن يكون مستشار، وأن يكون عضوا في نادي VIP. إذا وضعنا أمامنا هدف إلى قبل بدء هذا البرنامج يوGain أن نقوم بتسجيل 100,000 يعني مؤسسة في نظامنا، يعني فكروا بأن هذه المؤسسات ستقوم بتسجيل أيضا أو نعم عملائهم، وفيها بهذا الشكل نحن سنحصل على 10 ملايين مستخدم مثلا. مثلا 20% من هؤلاء الناس الذين قاموا بالتسجيل يعني سبب أو بعد التعرف علينا من خلال شركاتهم، وأن يتركوا أرقام هواتفهم مثلا ومعلومات عنهم كي نتمكن من إرسال معلومات وإعلانات، في الشهرين الأولين سيكونان مجانا، ولكن بعدها سيكون الثمن ما هو رخيص، أرخص من قدح القهوة أو $150 مثلا في السنة. هذا الثمن هو يعني بسيط جدا. إذا قلنا 10 ملايين شخص، فسنحصل على 300 مليون من الأرباح. هذه الأرباح تقدم لنا وتعطينا الإمكانية في دفع النسب لشركائنا
وأيضا يعني المشتركين في يوغين يمكنهم أن يحصلوا على الاسترداد النقدي أيضا. والجزء الآخر من الأرباح هو سيكون كمكافأة لمستخدمين المخلصين. نحن الآن نقوم بإنشاء بيئة اقتصادية جديدة أو نظام بيئي جديد الذي نقوم باستخدام عن طريقه عملتنا التي ستكون يعني متصلة ببلوكشين أو بلوكشين أو سلسلة الكتل، وبما ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الرموز المميزة أو التوكنز. ولذلك هؤلاء 1000 شخص الذين يشاركون في إقامة هذه في إقامة أو إضافة بعض الأمور لهذا المشروع، هذا يعتبر عدد ليس بالكبير. ولذلك أنا أدعوكم وأدعوكم للمشاركة وأدعوكم لكتابة الطلبات للمشاركة. ماذا نحتاج؟ مع التسجيل سيكون مع هذه الويبينارات ستكون هناك اختبار بسيط. هؤلاء الناس الذين سيستطيعون أن يجيبوا عن هذه الأسئلة عن خصائص يوغين، هؤلاء الأشخاص سيكونون ضمن 1000 شخص الذين ستكون لديهم إمكانية. وهذه هي فقط بداية الإمكانيات التي ستقدم إليكم قبل إطلاق هذا البرنامج. نحن نريد أن نصل إلى الأهداف، ولكن نريد أن نصل لهذه الأهداف مع شركائنا ومع رؤسائنا الذين لديهم التعليم الكافي. التعليم بنظام التسويق، تسويقنا تسويق uGain، كيفية تقديم هذا المشروع بشكل صحيح، التعليم كيفية أن يعني نتعامل مع العملاء، والتعليم الذي سيمنحنا معرفة كيفية الدخول إلى أعمال أو مشاريع ضخمة كالمراكز التجارية وغيرها. ولذلك لماذا أنا أخبركم؟ الجزء الأول المشاكل أو الصعوبات التي يواجهها دائما الشركاء هي دائما تكون متعلقة بالتعامل والتعليم. ننتقل إلى الشريحة التالية. طيب، يمكن للشركاء العمل مع منتج واحد أو شركة واحدة. ما معنى هذا؟ البعض من العملاء الذين يعملون في العالم الذين يبيعون منتج معين، والشركة تقوم بوصفهم وطلب منهم البقاء في هذا القطاع لأنهم لا يستطيعون بيع نفس المنتج مع شركات أخرى لأنها سيؤدي إلى التنافس. في uGain يمكنكم أن تفكروا وتعتقدوا أن هؤلاء المنافسين هم يصبحون شركاؤنا، وكل أعمالنا تصبح يعني جريان نقدي. اليوم صباحا تحدثت عن الـ يعني الأنابيب التي توصل إلينا المياه، هو نفس الشيء. هذا هناك
حل واحد وهو الدخول إلى الخطوات التحضيرية والدورات التحضيرية للتعرف على كيفية عمل المؤسسات والأعمال التجارية. ننتقل إلى الشريحة التالية. للحصول على دخل مدى الحياة يجب عليهم أن يكونوا أعضاء في إدارة الشركة. هذا ما يتعلق طبعا بالتسويق الشبكي. أخبركم بأن الكثير من الشركات تعتبر أن هذا هو الأمر الوحيد للحصول على الدخل. طبعا هذا الدخل هو يعني أحيانا يكون قليل وهو يعتمد على هذه الشركات، ولكن هذه الأماكن يعني أو هذه العضوية هو يعني عضوية إدارة الشركة تكون لشخص أو ثلاث أشخاص مثلا. للوصول إلى مثل هذا المستوى يجب الدخول إلى التدفق النقدي، إلى فكرة التدفق النقدي، لأننا كلنا سنكون عملاء، حتى أنا بما في ذلك. الأموال أحصل عليها من خلال العمل التجاري الذي أقوم به، وبعدها أقوم بتصرف بهذه الأمور. إذا كانت لدي مثلا تطبيق على هاتفي النقال الذي يمكنني من أن أجد الموقع الجغرافي للأماكن التي ستكون أكثر راحة، أينما يمكنني أن أقوم بصرف هذه الأموال التي حصلت عليها. ولذلك إذا جميع الناس حصلوا على إمكانية تحميل تطبيقنا، وأنتم ستعرفون على ذلك، السيد ديم هو الذي سيخبركم عن هذا الأمر، ستتمكنون من رؤية كيفية إنفاق الأموال بشكل صحيح. يمكنكم أن تفكروا بكل هذه الأمور التي هي ما زالت يعني أو بدأت بالتوصل إلى الكثير من الناس، وذلك للحصول على الاسترداد النقدي أو كاش باك، وبذلك أنا سأحصل على الأموال والربح. هذا هو ما يسمى بيوغي. أنتقل إلى الشرح التالية. الكثير من الشركاء لا يفهمون قيم الشركة ورؤية الشركة. هؤلاء الذين يعني يعرفون منذ وقت غير طويل، من الممكن يجب عليهم أن يفهموا ما معنى المؤسسة، مؤسستنا الاقتصادية، التطور الاقتصادي الجديد للعالم. نحن كلنا نعتبر كجزء من هذه المؤسسة، وعندما نبدأ بالتحدث عن الأرقام، كل مرة أستمع إلى أندري، أنا يعني تكون لدي قشعريرة، لأن أنا متأكد أنه لديه يعني رؤية ولديه أهداف ضخمة. أنا أخبركم وأتحدث عن هذا الأمر لملايين من الناس. أنا أتحدث لهؤلاء الناس. أنا أتحدث لهؤلاء الناس الذين يستمعون إلي والذين سيشاركون في هذا العمل التجاري. نحن نريد أن يعني نصل إلى هذه الأرقام، وتخيلوا
الإمكانيات ونسب الأموال الضخمة والرموز المميزة داخل النظام البيئي الخاص بنا. وأنتم ستقولون يعني هل هذا شيء ممكن غير صحيح؟ ولكن هذا أمر هو واقعي. اليوم نحن نعطيكم جميع الإمكانيات التقنية. هؤلاء الناس الذين ستكون لديهم إمكانية في استخدام أدوات مثلا كالكمبيوترات والكهرباء، وبالتحديد الناس هم يعني صدقوا وتأكدوا من هذا الأمر. ونحن أيضا نعرف أن يوجين هو هذا هو مشروعنا الأضخم، مشروعنا الذي سيقدم إلينا الأهداف المطلوبة. ننتقل إلى الشريحة التالية. كثير من الشركاء ينفذون أعمال تقليدية وما تعودوا على الرفض، ولهذا السبب يفقدون الحافز وبشكل سريع. طيب، هذا هو يعني كصفة من الصفات الموجودة في التسويق الشبكي، وهذه هي المشكلة اللي نحن نواجهها جميعا، وغالبا ما نواجهها جميعا، وغالبا ما نحن نكون في موقف معين ونحن نقوم يعني ترك هذا المشروع ونتوقف. كيف يمكننا أن نجد الحل لهذه المشكلة؟ في مشروع uGain هذا سيكون سهل جدا، لأننا سنتمكن من تشكيل كل ما هو يحمل أمر لا، كلمة لا بكلمة نعم. هل تريدون معرفة كيف؟ طبعا بالتحديد في عالم رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال، كما قلت مسبقا 50% من ما يباع في العالم من المنتجات والخدمات، و50% الأخرى هم الذين يقومون بشراء هذه الخدمات. ونحن الآن نخلق الفرصة لإيجاد الحلول لأصحاب الأعمال، وبهذا الشكل كل ما يحمل كلمة لا يتحول إلى نعم. ننتقل إلى الشريحة التالية. المفتاح إلى النجاح في التسويق الشبكي هو إيجاد أو جذب الناس بشكل مستمر، وهذه هي حقيقة. أنا أعتقد أن هذه هي حقيقة في عملنا وفي مشروعنا، لأن دائما يجب علينا أن نهتم يعني تدفق المبيعات، وهذه المبيعات هي تتحقق عن طريق الأشخاص أو الناس الجدد، ولكن ليس جميع الناس يحتاجون إلى نفس المنتج كل يوم. البعض من المنتجات هي يعني نحتاج إليها بشكل يومي، ومنتجات أخرى نحن يعني كما نعرف بعدما اشتريتها في يوم واحد أنت ستحتاجه مرة واحدة فقط أو هذه الخدمة. وبهذا الشكل وبهذا العالم المتعدد المستويات
هو فيه إيجابيات وسلبيات، والحل الأمثل هو أن يكون لديكم يعني إمكانية لبيع عدة منتجات، وبهذا الشكل يكون لديكم دفع وحصول على مبالغ والتي ستكون هي كمفتاح للنجاح. كل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بصرف الأموال في مجالات مختلفة، أنا الآن أتحدث بشكل مختصر وبعدها سننتقل إلى شخص آخر. طيب، الميزة الأهم لشركائنا في هذه الشركة لجميع الناس الذين يعتبرون أو يعني قاموا بالعمل من قبل في هذه المجالات، ولكن لا تجد لديهم يعني أعمالهم التجارية الخاصة ولا يعرفون كيفية العمل مع مشروع عمل تجاري، يمكنكم التفكير والتخيل إلى أي حد يمكننا أن نوسع هذا النمو على المستوى الشخصي. هو التعليم، التعليم هو الذي سيعطينا الحق والإمكانية في التطور، وهو هؤلاء الناس هو أنتم، أنتم الذين تجلسون وتستمعون إلي الآن، أنتم الذين ستتمكنون من العمل والحصول على الأرباح، لأنكم تعرفون الآن ما هو uGain، وأنتم ستكون أحد الأشخاص الذين سيكون ضمن هؤلاء الناس. الآن سأخبركم عن أمر معين، وهذا الأمر هو سيعني يعطيكم الآن سأخبركم أن لدي عملي الخاص ومطعم للوجبات السريعة، وطبعا أنا بكل سرور سأنتقل وأنضم إلى هذا النظام البيئي، لأنني أعمل بسبب عملائي، وكل نظام سيمكنني من توسيع شبكة عملائي، فأنا سأكون دائما سعيد جدا على أن أنضم إلى هذا المشروع. كل يوم يأتي إلي كل شهر تقريبا 3,000 أو 4,000 شخص يدخل إلى مطعمي، وأنا تخيلوا أنا سأعرض على جميع عملائي أن يقوم بتحميل هذا المشروع. خلال 3 أشهر الأولى ستكون هذه الخدمة هي مجانية كصاحب أعمال، وخلال هذه 3 أشهر الأولى على سبيل المثال سأقوم بجذب 10,000 شخص الذين وبكل بساطة سيقومون بتحميل هذا البرنامج. شركتنا تعطينا الإمكانية للتوحد والانضمام إلى التطبيق، تطبيقنا والحساب الشخصي الخاص. 10,000 شخص الذين سينضمون إلي سيكون هذا هو يعني هيكليتي وشبكتي. وماذا سيحصل لو بدلا ما أقوم بممارسة عمل معين، أو بدلا من أن أقوم بجذب يعني صاحب عمل واحد، أو سأقوم بجذب العشرات، وكل واحد منهم سيكون بجذب عملائه أيضا، وأنتم ستحصلون على
الاسترداد النقدي أو كاش باك. هذا شيء رائع في نمونا. فكروا بهذه الأرقام التي أخبرتكم عنها، نحن سنصل إلى 10 ملايين يعني مشارك ومسجل في، أنا متأكد سيكون هناك 1,000,000 عامل صاحب عمل. لن أخذ وقت الشخص التالي لأنه هو يعني خبير في هذا المجال، وهو سيخبرنا عن المعلومات الدقيقة عن يوجين. سأترك الكلمة لدينيس. شكرا جزيلا دراغوس على هذا الجزء الكبير من العمل. أنت أخبرت كل شيء يعني، وأنا سأحاول وبشكل سريع أن أخبركم عن نفسي بشكل بسيط. أنا في مجال الاي تي 30 سنة. أنا أقوم بال يعني البرمجيات، وأنا شخص سعيد لأنني كنت محظوظا في حياتي. أنا بدأت البرمجيات من المدرسة، وهذا هو أصبحت ك يعني نستطيع أن نقول يعني الأمر الذي أحبه، وبعدها أصبح هذا الأمر هو كالعمل الذي أعمل فيه، ولذلك أنا سعيد، شخص سعيد. وعندما قمت بالانضمام إلى الجامعة، التحاق بالجامعة، أستطيع أن أقول أنني كنت أعرف كل شيء الذي سيقومون بتعليمي به خلال 5 سنوات، والأساتذة كانوا غالبا ما يعني يطلبون ويلجؤون إلي لمعرفة أمور مختلفة. أحد المشاريع التي قمت بالمشاركة بها هو حزمة من برمجيات لأتمتة الفنادق والمطاعم والمقاهي، هوت صوص. هذا كان يعني مشروع رائع، وكان الأول من نوعه في ذلك. في 2004 مايكروسوفت هي كان قد يعني منحت جائزة أفضل برمجيات فنادق منفذة على قاعدة مايكروسوفت. أكثر من 6,000 فندق يستخدمون هوت صوص الآن، وأنتم ممكن شاهدتم فيلم 11 صديقا، وكان هناك أحد الفنادق هو MGM Grand، وأحد الفنادق التي كان في هذا الفيلم قد تم تصويره، وكان هو يستخدم هذا الهوت صوص. وهناك مشاريع أخرى، ونتحدث عن موضوع الولاء أو نظام إدارة الولاء. نحن ومجموعة أو فريق من روسيا قمنا بعمل موضوع أو نظام إدارة الولاء لويا، يعني هو عدد كبير من العملاء هو موجود، أو تدفق من العملاء موجود، وكيفية إدارة الولاء لهذا العدد الكبير من الناس. في 2018 نحن حصلنا على جائزة اسمها قرار السنة في ذلك الوقت. موضوع اليوم هو يوجين، وأنا سأخبركم عن قصتي في وقت أنا وجدت شخص يعني حكيم، هو كان صاحب العمل الذي بدأت معه، وعندما تحدثنا أنا
قلت هناك مثل يقول المكان الجيد هو أينما لا نوجد نحن، ولكن هو قال لا، المكان الجيد هو أينما نكون نحن. وفي ذلك الوقت يعني أنا فكرت في هذا الأمر وأريد أن أخبركم يا زملائي، الآن المكان الأفضل لدينا هو أينما نحن، وهذا الوقت هو الوقت الأمثل. سنتحدث اليوم عن يعني أمور فريدة غير موجودة لمنافسين آخرين. أعزائي يعني أريد أن أسألكم، هل الصوت واضح؟ إذا كان الصوت واضح يمكنكم كتابة رمز زائد من فضلكم، نسيت عن هذا الأمر. جيد جدا. وأيضا هناك طلب، إذا كانت لديكم أسئلة فيمكنكم كتابة هذه الأسئلة، وفي نهاية اللقاء سنجيب عن هذه الأسئلة. يمكنكم كتابة هذه الأسئلة بورقة وقلم كي لا تنسونها. ننتقل إلى الشرح التالي. اليوم هو كيفية من حلول تكنولوجيا المعلومات إلى العملاء السعداء. يعني نتحدث، نحن نقول أننا نقوم بعمل تجاري ونجد حلول لبعض الشركات. مثلا أنا أعرف أنه نحن نمارس عمل تجاري يوميا وشهريا، والكل يقوم بالمبيعات. نحن نقول أننا يعني عندما نبيع شيء معين نحن نترك يعني مثلا جزء من شخصيتنا، نحن نبيع جزء من أنفسنا. كل شخص يعني هو ينظر إلى هذا الأمر، الأمر المبيعات بشكل مختلف. الأهم في العمل التجاري هو هناك أمور مختلفة. التسويق مثلا هي الأمر الوحيد الذي يأتي بالربح إلى الشركة هو المبيعات. ما هو العمل التجاري أو البزنس؟ هو إرضاء العملاء وحصول الشركة على الأرباح في نفس الوقت. يعني إذا ما كان هناك أرباح فهو ممكن مؤسسة دعم أو مؤسسة معينة، ولكن العمل التجاري هو إرضاء العملاء وحصول الشركة على الأرباح في نفس الوقت. وعندما يعني يبدأ العملاء بالتواصل فيما بينهم فهناك كثير لا يفهمون يعني ما هي الإحصائيات. هناك إحصائيات في الإنترنت، هذه الإحصائيات هي موجودة في الإنترنت، يمكن الإطلاع عليها. عندما تتكلم مع شخص صاحب عمل تجاري وتطلبه وتسأله ما هي الكلمة الأولى التي تتذكرها، وأصحاب الأعمال التجارية الضخمة هم يبدأون بالإجابة. نقول الأمور مختلفة، الإيجار والضرائب وغيرها، والعملاء هم يعني في أماكن بعيدة، مثلا في المركز العاشر. يعني الكثير من رجال الأعمال لا يضعون
العميل في المركز الأول. طبعاً نحن نعرف إذا لا يوجد عميل فلا يوجد عمل تجاري، وإذا يوجد عميل فيوجد عمل تجاري وبزنس. هذا شيء مهم جداً، يعني العملاء هم يقومون جميع النتائج، وازدهار ورفاهية الشركة يتحقق من خلال النمو المستمر والتطور لقاعدة عملاء الشركة. هناك نظريات مختلفة للأرباح، 80% من أرباح هي تكون من قبل 20% من العملاء المخلصين. العملاء المخلصين هم هؤلاء العملاء الذين يعني يأتون ويترددون على محلكم أو على مؤسستكم. يعني الكثير من الأدوات وكالعادة تكون هي مكلفة وصعبة الاستخدام، تحتاج إلى جهود كبيرة وانتباه للاستخدام فعال، وتحتاج إلى تكاليف وأموال مختلفة ضخمة للاستخدام الفعال كما قلنا. أنتقل. وعندما نقول أن الناس، أنا أحترم هؤلاء الناس الذين يريدون أن يقوموا بفتح عمل تجاري، نحن نقول يعني 90% خلال السنة الأولى من فتح الأعمال هم يقومون يعني ترك هذا العمل التجاري وإغلاقه، و10% فقط هم يستمرون. هذا أمر يعني صعب. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم يعني الإمكانية والرؤية، هم ستكون لديهم فكرة كاملة عن قاعدة الدخل المستقر وقاعدة عملاء مستقر ووقت فراغ للأسرة وحياة الشخصية. إذا قمت ب يعني توزيع اليوم إلى 8 ساعات للنوم، 8 ساعات للعمل التجاري أو التفكير يعني، و 8 ساعات القيام بأشياء التي تحبها، الرياضة، الأسرة والروح، هذا هو الشيء الرائع. ونحن نقول أن أصحاب العمل هم لا يمكنهم أن يقوم بتقسيم الوقت بهذا الشكل، ولذلك سيكون توزيع الوقت بالنسبة إليهم غير صحيح وعادل على أعمالهم، ولذلك في النهاية لن يتمكنوا من ذلك. أتمنى أن يعني أعطي نصائح للعملاء، هم المسوقون الذين يكون بكتابة ردود الأفعال والعروض الفريدة من نوعها لتحسين العمل التجاري. كان لدي عمل تجاري في مجالات مختلفة، وكان هناك مقهى وصاحب مقهى يعني لجأ إلينا، وكان عمله جيد، ولكن هو كان يعني قد طلب منا أن نقوم بتحليل ماذا يجب علينا أن نقوم كي يعني نحسن بعمل. فقلنا له يعني يجب عليك أن تعطي استبيان، تقدم استبيان لهؤلاء العملاء الذين يعني المخلصين الذين يأتون إليه دائما. وهؤلاء العملاء المخلصين هم قالوا يعني نحن نطلب منك أن تقوم بفتح المطعم، المقهى في الساعة 8 لأن أحتاج الذهاب إلى العمل وإلى آخره يعني.
وقد عرفنا بعد ذلك أنه يعني حصل على أرباح بعد أن قام بفتح المقهى بوقت باكر. نحن نعرف يعني أن هناك أمور مختلفة لتحسين مستوى العمل. مثلا يعني عندما تريد أن تجد أشخاص للعمل لديك فسترى أن مثلا أحيانا هناك أشخاص يقومون بإعطاء مثلا نصائح للتعليم وغيرها، لكن بعد أن تعمل لفترة معينة الناس يعني تواجه بعض المشكلات. 9 من 10% في الأعمال التجارية هم لا يستمرون بعملهم لمدة سنة. وسنرى لدينا صورة أن هناك سيحدث تراجع في تيارات العملاء. كما تعرفون ما يحدث الآن في العالم، وتعرفون الجائحة والمرض، وعدد قليل جدا من الأدوات التي تعطينا يعني الإمكانية في التعرف على عدد العملاء التي فقدناهم في وقت معين. الكثير من الشركات هي لا يوجد لديها هذا الأمر، لا يوجد لديها هذه الأداة التي تمكنهم من التعرف على كل هذه الأمور. لتعليم هؤلاء الأشخاص، فنحن سنحتاج إلى تعليم هؤلاء الأشخاص بشكل جيد. طبعا يعني إذا أردنا أن نقول أن تقييم العمل مع العملاء هو مأخوذ فقط عن لسان الموظفين، يعني نحن إذا قمنا بإدارة عملنا بشكل شخصي فنحن سنتعرف على كل شيء، ولكن إذا أخذنا هذه المعلومات عن لسان الموظفين يعني لن نتعرف بشكل ممكن صحيح. ولكن إذا قلنا أنه لدينا مثلا أداة معينة هي كنظارة، هذه الأداة أو هذه النظارة هي ستعطينا إمكانية لرؤية الأمور على حقيقتها. لا أحد يريد أن يعني أن يقع في الأخطاء، وطبعا الكل لا يريدون أن يقعوا في الأخطاء. وفي يعني الأعمال التجارية هذه الأداة هي غير موجودة للأسف للتعرف بشكل حقيقي على ما يفكر به العميل. عادة الأموال الموضوعة في العمل إذا هي كانت مثلا استثمار أو أموال من بنوك، وهناك أمر يسمى القلق المستمر هو الرواتب، الضرائب، والإيجار إذا أنت يعني تستأجر مكان. والآن نقول أن أونلاين هي أداة فعالة جدا لصاحب العمل، لأن يعني إذا ما كانت لديك إمكانيات مالية فأنت يمكنك القيام باستخدام هذه الإمكانية العمل أونلاين. وأيضا من المهم أيضا في الأعمال التجارية يجب أن نجيب عن أسئلة المختلفة. الأسئلة هي نفسها: كيفية التمسك بالعملاء الحاليين، كيفية جذب عملاء جدد، كيف تقليص التكاليف على الإعلانات، كيفية تقوية توصيات العملاء، كيفية زيادة متوسط العائد والتحقق، كيفية البقاء في بيئة تنافسية عندما تبدأ أعمال تجارية تشبه عملك التجاري،
بالعمل في مكان معين، فكيفية يعني كيفية البقاء في مثل هذه البيئة؟ يعني مثلا إذا أردت أن تسافر إلى مكان معين، يجب أن تسيطر بشكل كامل على عملك التجاري. كيفية جمع الملاحظات الفعالة في الوقت الحالي؟ كيفية التحقق من جودة الموظفين؟ وما هو التصرف اللازم في حالة افتتاحك العمل مجددا ولا يوجد لديك عملاء بعد؟ كل هذه الأسئلة هي لا تتغير، الشيء الذي يتغير هو الإجابات فقط. أنت ترى أن العالم يتغير ويسير بخطى جديدة، وهناك تكنولوجيا وأمور مختلفة تظهر، والأهم والشيء المهم هو أن نكون دائما يعني متوازن مع الحداثة الموجودة في العالم. الآن في السنوات المختلفة ممكن في الدول المختلفة هناك أرقام مختلفة بشكل عام. إذا نظرنا خلال السنوات الاثنان أو الثلاثة القادمة، تشكل جيل الألفية. جيل الألفية هم الجيل الذي يعني يصل إلى 60% منهم من سكان ذوي القدرة على الدفع هم جيل الألفية. سنرى نظرية الأجيال من 43 إلى 63، يسمى هذا الجيل طفرة المواليد. الجيل التالي من 63 إلى 84 هذا جيل زد، ومن 84 إلى 2000 هي جيل الألفية. لماذا نتحدث عن هذا الأمر؟ لأن يجب علينا أن نتعرف على كل جيل من هذه الأجيال. الشريحة التالية هذه الألفية هي ألفية تتغير، وهذه الألفية هي هم يعني أشخاص مختلفون، هو تختلف عن الألفية قبلها، ألفية يعني جيل الأهل. هم يعني أجيال تختلف، يعني هو مثلا يذهب إلى مكان معين، يعرف أنه يذهب إلى مكان معين ويشتري شيء معين، ولديهم انطفاء الطبع الشخصي. يعني هو هذا شيء مهم. هؤلاء هذا الجيل هو لا يمتلكون الكرازة التسويقية. أنت إذا رأيت الإعلانات، طرق الإعلانات القديمة، سنرى أن هذه الطرق هي الآن أصبحت لا تعمل. يعني هناك ناس يعيشون في مدن مختلفة، فأنت ترى إعلانات مختلفة. ما هي آخر مرة يعني نظرت فيها إلى إعلان أو شاهدت إعلان على يوتيوب؟ لا أحد. الإنسان أصبح لديه يعني قدرة أنه بشكل أوتوماتيكي لا يولي انتباها للإعلانات. هم يعني لا يهتمون بالإعلانات ويثقون بهؤلاء الأشخاص من نفس الجيل، أي جيل الألفية. لذا ما هي الأمور الأمثل؟ هو يعني المدخل عندما يكون بناء العمل التجاري مع العميل عن طريق يعني قصة معينة أو محتوى معين، وليس فقط كإعلان، ممكن يتحدث يعني قصة. هذا شيء يعمله بشكل جيد في شركة إنستغرام. يعني إذا الآن رأينا أشخاص مثلا
فسنرى أن هذه الإعلانات أصبحت لا تأتي بالنفع كما كان في الماضي. وكما قلنا أن هذا الجيل هو يثق بهؤلاء من نفس جيله. هناك في 2017 78% من المشترين هم لديهم ردة فعل إيجابية حول العروض الشخصية. ننتقل إلى الشريحة التالية. يعني بعدما كل ما قلناه عن الاحتياجات وأصحاب الأعمال، لدينا حل رائع هو ما يسمى بـ uGain. ما هو uGain؟ هو منصة رقمية للأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة وحتى المراكز التجارية والشبكات التي توحد أصحاب الأعمال من جهة والمستهلكين من جهة أخرى. هذا هو يعتبر كحل جاهز لأتمتة وجذب والتمسك بالعملاء. ننتقل. من جهة هو يعني تطبيق مجاني يمكن لأي شخص يقوم ب يعني تحميل هذا التطبيق بشكل مجاني والحصول على مكافآت وهدايا. مثلا ما تقدم هذا التطبيق؟ هو التطبيق هو يقدم مثلا كما نقول الاقتصاد في الدخل أو الاقتصاد في رأس المال. في الماضي الاقتصاد أو الادخار كان شيء يعني ليس جيد وغير محبب، ولكن الآن الادخار الاقتصاد هو شيء صحيح، وهو أيضا يساعد على يعني إدارة الشؤون المالية الشخصية بشكل صحيح. يمكن الوصول إلى مميزات في أفضل الأماكن في المدينة. يعني هناك بعض الناس الذين يتمكنون من الذهاب إلى بعض الأماكن التي ستكون أكثر مربحة بالنسبة إليهم. وهنا لدينا فكرة، هي نقول ولاء العملاء في العمل التجاري أو البزنس يعتمد بالدرجة الأولى على ولائكم لعملائكم. أنت تتحدث عن هذا الأمر في الشرح التالي. الإجراءات للزوار، يعني هذا التطبيق هو للعمل التجاري من جهة للناس. عندما نقول أن عندما يأتي الشخص وصاحب العمل مثلا ونسبة التسجيل ونسبة عملية التسجيل وعملية التحميل هي بسيطة جدا، هي يعني عن طريق مثلا كان هناك شخص قام بالتوصية بالصديق أوصاكم بهذه هذا التطبيق. ماذا نحتاج إلى هاتف ذكي يعمل على iOS أو أندرويد، ويعني الدخول إلى أب ستور، وسنتحدث عن هذا الأمر في لاحقا. تحميل التطبيق كما كنا مجاني. عند التشغيل الأول سيتم تشغيل عرض تقديمي من هذه الشرائح يتحدث عن مزايا وإمكانيات هذا التطبيق، وبعد ذلك هناك فيديو هو خلال دقيقة واحدة يقوم بشرح كيفية استخدام هذا التطبيق وما هي الفائدة ومزايا هذا التطبيق، وبعدها القيام بالتسجيل عن طريق الهاتف، لأن هناك كثير من البلدان عندما تذهب لشراء يعني الهاتف رقم الهاتف شريحة الهاتف أنت
تقوم ب تقديم يعني جواز سفر أو هوية أحوال أو أشياء من هذا الأمر للتأكد من يعني من هو هذا الشخص، ولكي يكون يعني شخص حقيقي. إدخال بيانات شخصية، اللقب، اسم، تاريخ الميلاد، الجنس، هذا يكون مرة واحدة فقط. وبعدها اختيار ثلاث فئات مفضلة، يعني الملابس مثلا، الرياضة، والسيارات مثلا. أنا كمستخدم حصلت على بعض العروض المميزة والأخبار، يعني شريحة التالية بعد يعني التسجيل والتفويض في التطبيق يتم فتح الشاشة الرئيسية، ولكن إذا مثلا حدثت مشكلة، مثلا أنت فقدت هاتفك النقال أو أنت ما استخدمت هذا التطبيق، لكن على أي حال من الأحوال أنت تحصل على هذه الخصوم والعروض، ولكن بعد التسجيل هناك يتم فتح الشاشة الرئيسية المستخدم كما في إنستغرام مثلا. هناك أيضا ستوريز، هي القصص. ممكن هي هذا النظام، نظام يوGain أو بعض أصحاب الأعمال، هم يقومون بعروض معينة وقائمة اللغات وبعدها آخر المستجدات. في بداية أغسطس عندما سنبدأ بهذا الأمر سنتحدث لاحقا عن هذا الأمر، كيف أعمل يوGain بالتحديد التطبيق يوGain. يعني عندما قمت بتحميل التطبيق والتسجيل قم بإظهار الرمز QR code، ويتم فحص الرمز بواسطة تطبيق أمين الصندوق مثلا، أو يعني يمكنك هذا أمين الصندوق هو يقوم بمسح هذا الرمز، وهو سيفهم كم هو عدد النقاط الموجودة لديك، ما هو حجم الخصم ونسبة الاسترداد. فيقوم أمين الصندوق بإظهار الإيصال المكتوب فيه الثمن المطلوب، وتتمكنون من يعني مثلا أنت لديك نقاط محددة ويمكنك أن تقلل مشترياتك وتكون على حجم هذه النقاط الموجودة لديك. ماذا يقدم يوGain للعمل التجاري؟ هو أولا زيادة في قاعدة العملاء، كما كلما قلنا أنه إذا ما كان هناك عملاء فما كان هناك عمل تجاري. زيادة في قاعدة العملاء، خفض النفقات على الإعلانات، يعني لن تحتاج حتى من الممكن إلى الإعلانات، تحتاج فقط إلى يوGain. يساعد على تحسين جودة خدمة العملاء، لأن هناك بعض الأدوات مثلا هو ردود الأفعال بعد الخدمة معينة، يساعد على رفع عدد المشتريات المتكررة، ويمنح إمكانية الاستخدام في مختلف أنحاء العالم. نحن الآن في هذا الوقت يمكن أن نستخدم يوGain وأن نجد عملاءنا من مختلف أنحاء العالم. الشريحة التالية، الشيء المهم أيضا هو التفاعل مع العملاء. هذا ما يمنحنا أمر مهم، هو الحوار المباشر مع العملاء. عندما يمكن للعميل كتابة رسالة، وهذه الرسالة هي تأتي مباشرة على صفحة الشركة
من التطبيق مباشرة. يعني عادة صاحب العمل لا يعرف ماذا يحدث في العمل التجاري، وهو يعرف عن هذا الأمر فقط عن طريق العاملين لديه، أو مثلا هم يعني الموظفون قاموا ب يعني الخدمة كانت غير جيدة، فيمكن لصاحب العميل أن يكتب مباشرة عن طريق هذا التطبيق، أو يمكنه الكتابة وأن تصل هذه الرسالة بشكل مباشر، وهذا يعني سيقوم ب يعني تبديل أو استخدام هذا الأمر، بدل قسم كامل، قسم الاتصالات مثلا. يعني يمكنك أن تقوم بتقييم الخدمة، أنت مثلا تجلس في مطعم معين أو في محل معين، بعد الحصول على خدمة معينة يمكنك أن تقوم بكتابة تقييم وملاحظات عن العمل. وهناك محلات قمنا بفتحها، مثلا محل الملابس الذي افتتحناه، ما كانت لدينا أدوات للحصول على ردود الأفعال، يعني خدمة معينة مثلا لتتعرف على يعني جودة الخدمة، هل هؤلاء العملاء كانوا سعداء أو لا. كنا نفتقر إلى هذه الخدمة في ذلك الوقت، لأن يعني هناك أمناء الصناديق والبائعون قاموا بالبيع، وخرج هذا الشخص من المحل وأنا لا يوجد لي اتصال به. في ذلك الوقت كانت لدينا يعني بداية ولادة هذه الفكرة، العميل يمكنه أن يترك كما قلنا كتابة تقييم، ومن ثم استلام من قبلكم في الحساب الخاص، ويقوم بتحليل وتقييم ملاحظات العملاء، وهذا يساعدكم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة. والتحرك السريع بخصوص هذا التقييم سيؤدي إلى رفع درجة الولاء من جانب العميل. هنا أيضا أدوات التسويق للعمل مع قاعدة العملاء، هي كيعني بناء للعمل التجاري. يمكننا أن نقوم ب عروض وخصوم مربحة، عروض خاصة، هذا أيضا يؤدي إلى الاقتصاد في إرسال رسائل مثلا أو إعلانات معينة، وهذا سيؤدي إلى يعني تخفيض هذا الأمر. وأيضا هناك إمكانية، هناك كثير من الشركات يعني تفكر بموضوع الولاء أو العملاء المخلصين، لكن كيفية القيام بهذا الأمر؟ هنا نحن نقول أن هذا الأمر هو مهم جدا، هذا التطبيق هو سيمكننا من القيام بهذا. هناك أيضا يمكن لأي شخص أن يحصل على مبلغ مثلا شهري، وهو يحصل على خصم معين. المسألة هي أن يعني السوق الشبكي وشركاء السوق الشبكي هي تعطي يعني نسب معينة. عندما نبدأ بناء هيكليتنا الخاصة، يبدأ أصحاب الأعمال برقمنة قاعدة العملاء، فكل عميل سيحصل على يعني خصم معين.
هذا ما يتعلق بالاشتراك. هذا معناه أن أنت ذهبت إلى محل معين ولديك خصم 5%، وإذا قمت بالتسجيل سيرتفع هذه النسبة. يعني أنت لديك شهر ويمكنك خلال هذا الشهر أن تزور يعني مؤسسات أخرى ومحلات أخرى والحصول على خصوم أخرى، وليس فقط الحصول عند التسجيل الحصول على الخصوم، ولكن في سبتمبر سنقوم ب أو في الأول من أغسطس سنبدأ بال ممكن نقول الإطلاق الفني التجريبي. سنقوم بربط النظام دفع موحد بإمكانية مثلا جوجل بلاي أو بإمكانية بطاقات الائتمان مثلا. يعني أحيانا تذهب هذه الأمور اليومية التي تقوم بها، أنت ستحصل سنحصل على نسب من هذه المشتريات اليومية، وهذا إمكانية كبيرة ستمكننا من أن يعني الحصول على هذا الأمر. التسجيل هو مرة واحدة فقط، وهي ستكون يعني مدى الحياة يمكن أن نسميها. هذا شيء يعني رائع جدا وسنتحدث عنه فيما بعد. لصاحب العمل هو هذا النظام هو رقمنة القاعدة وجمع الإحصاءات والتحليلات. يعني سيتمكن بمساعدة التقارير التحليلية من فهم عملائك من غير القيام بإنشاء تقارير وأمور أخرى. أنت سترى هذا العميل وسترى هذا العميل في هذا التطبيق. يعني المستخدم يقوم بتحميل التطبيق، وصاحب العمل عندما يقوم بالتسجيل في هذا النظام هو سيسجل في يعني سلسلة من البنود التي ستعطيه إمكانيات مختلفة. هي تقدم إليه إمكانية للتعرف على إحصائيات مختلفة عن العملاء. مثلا لدينا أكثر من 20 نظام التي تمكن أصحاب الأعمال من الحصول على هذه الخواص. هنا بمساعدة uGain هو سيتمكن من معرفة يعني تكرار المشتريات ومتوسط قيمة الإيصال والتعرف بالضبط على العوامل المؤثرة على العمل التجاري. أيضا شيء مهم الآن هو شيء السعر القائمة أو يعني قائمة الطعام. أنتم تعرفون الآن يعني ما يحدث الآن في العالم، الكثير من الأعمال التجارية تقول أنه عملاء أو الزبائن هم يعني لا يحضرون إلى هذه المطاعم، ولكن هؤلاء الأشخاص الذين يعملون من خلال الإنترنت هم ما يعني فقدوا شيء، فقط هو أن تقوم ب يعني إذا أردت أن تقوم بفتح موقع للشركة هذا الشيء مكلف. وأما هنا في uGain فكل شيء هو موجود، وأنت يعني عند التسجيل في uGain أنت ستتمكن مثلا من الحصول
على خدمة رائعة، وظيفة رائعة، يمكنك أن تقوم ب يعني الحج أو الطلبات بشكل أونلاين. ومع هذا نحن لا نقول لأصحاب العمل ما هي نسبة مثلا الخصم أو هذه الأمور. نحن لدينا نظام ولاء، هو اليوم مثلا قام باستخدام مثلا رقم معين أو نسبة معينة اليوم، وبعد فترة معينة هو سيريد أن يغير هذه النسبة، نحن لن نتدخل في هذا الأمر، هو حر في هذا الأمر. كل شيء يمكنه أن يقوم بتغيير هذا الشيء بشكل سريع ومريح من غير أي صعوبات. وهذا يعني أمر جيد. الشريحة التالية، هذا النظام لتحفيز الموظفين. نحن نقوم هنا ب يعني تحفيز الموظفين. أنت الكل يعرف يعني كيف يتعب أصحاب الأعمال في البحث عن حلول لتحفيز موظفينهم. هناك أفكار مختلفة، ولكن هنا نحن يمكننا أن نقول أداة تمكن من تحليل إلى أي مدى يعمل الموظف فعالية لتحقيق أهداف الشركة، وسيكون من أسهل تتبع أداء كل موظف على حدة. إمكانية يوجين هي تطبيق الهاتف النقال المجاني. في بداية أغسطس سيكون الإطلاق التجريبي، ولكن الإطلاق الكامل سيكون في 15 من سبتمبر. يعني قبل هذا سنستخدم بشكل مجاني، يعني قبل 15 من سبتمبر تكون كل هذه الإمكانيات. هناك إمكانيات تكون لن تكون يعني محفزة، ولكن في 15 من سبتمبر ستكون جميع الإمكانيات محفزة. في الشهر القادم نحن يعني نتوقع مليون تحميل، مليون شخص لهؤلاء أصحاب الأعمال في التسويق الشبكي. إذا أعجبوا بهذا التطبيق وأرادوا أن يحصل على أرباح من مع يوجين، فهنا نقول أن الإمكانية هنا ممتازة، وإيصال في إيصال المعلومات إلى العملاء، وهذا أمر يعني ممتاز ورائع. ننتقل إلى الشريحة، برنامج المكافآت ثانيا. هنا إذا نظرنا إلى السوق، هناك يعني عروض مختلفة، لا يمكن أن نعرف كيفية التعامل مع هذه العروض. هناك برامج صعبة، هنا كل شيء جاهز ومن غير أي صعوبات. إمكانية التوصيات، التوصيات هي تعمل بشكل جيد كما تحدثنا، 60% تقريبا من يعني الجيل الألفية هم يحبون التوصيات. أنا مثلا جلست في مقهى وعجبت كثيرا، أنا يعني أقوم بتوصية صديقي بأنه هنا المطعم رائع والجلسة جميلة. طبعا من سيصدق صديقي؟ توصيتي أو الإعلان الذي سيكون في التلفزيون طبعا أكيد سيثق بي. الشريحة التالية، الطلبات أو الحجوزات بشكل أونلاين. هذا أيضا سيقدم لنا البرنامج إمكانية
كل الطلبات يمكن أن نحصل عليها، وحيث يستطيع العملاء القيام بحجز الطلب بشكل مباشر من التطبيق. الردود الأفعال كما تحدثنا عن هذا الأمر، سأخبركم عن مثال. في مرة من المرات كان هناك عمل تجاري مخصص يتخصص بالأثاث، وأحدى هذه المحلات هناك زائر ما أعجب بشيء معين وكتب يعني تقييم رديء، وهذا التقييم الرديء يعني صاحب العمل الذي يعني يمكنه أن يحصل على الرسالة في هاتفه، وهو يعني صاحب العمل اتصل بمدير المبيعات وقال له هل هذا الزائر موجود؟ قال له نعم. وصاحب العمل يبدأ بالتحاور مع هذا العميل ويقول له يعني ماذا حصل، لماذا هذا التقييم السيء، ماذا يمكنك أن تقول لي أو يعني تخبرني كيف أستطيع أن يعني أصحح عملي. وهذا العميل قال أنني كنت يعني أعول على مبلغ معين، ومدير المبيعات عندما قام بالحساب أصبح المبلغ أكبر، وبعدها يعني قاموا بإهداء هذا العميل شيء معين يعني هدية معينة. الصاحب يعني العميل كان هو قد تفاجأ باتصال صاحب العمل مباشرة، صاحب الشركة، ويتحدث معي بشكل مباشر، وبعد هذا هو أصبح يعني عميل أو زائر مخلص يتردد دائما على هذا المحل. التواصل مع العملاء، نحن يمكننا أن نكون يعني نقوم بإنشاء تواصل مع العملاء، هي مثلا رسائل معينة أو يمكن الاقتصاد في إرسال الرسائل وكل هذه الأمور، ستكون هناك يعني تعليقات معينة للتعرف على ردود الأفعال. كروس ماركتينج هو أيضا أمر رائع، حيث يمكن أن يعني تقوم بتشكيل برنامج العلاوات. كانت لدينا أمر نادر، قمنا ب يعني إنشاء برنامج الولاء، سيكون إنشاؤه بشكل سهل جدا وبسيط من خلال الضغط على عدة أزرار في البرنامج، لكن هذا البرنامج هو هذه الخاصية هي غير فعالة حاليا، ولكنها ستكون فعالة في المستقبل القريب. الفكرة هي أنه ممكن من خلال عملنا أو هذا البرنامج توحيد عدة أعمال تجارية. يعني أنت لديك مثلا صالون لبيع السيارات، وشخص آخر لديه عمل آخر تجاري، صديقي مثلا هو يقوم بخياطة أغلفة معينة، وشخص آخر لديه مثلا محل يعني تحديث السيارات. ونحن نفهم أن عملائي وعملائه هم نفسهم، ونحن لا نريد أن يذهب هؤلاء العملاء إلى أشخاص آخرين. فنقوم مثلا هو يشتري سيارة في محلي، وأنا يعني أمنحه بعض النقاط، وهذه النقاط يمكن صرفها في العمل التجاري الذي يعمل فيه صديقي، ومن خلال هذا الأمر سنوحد أعمال مختلفة من نفس التوجه.
يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذا البرنامج، هو يعتبر برنامج ولاء مهم وموضوع جديد نسبياً للمراكز التجارية والترفيه، واليوم هو فرصة رائعة كي تكون استدارة. هناك دول مثل كازاخستان، وهناك محل اسمه مركز اسمه ميجا، وخلال نصف سنة هم قاموا بالتفكير بموضوع برنامج ولاء أو الإخلاص، هو على بطاقة معينة. إذا أردت أن تشارك يجب عليك أن تذهب إلى البنك وتحصل على بطاقة تأمين، وفيها سيكون يعني نسبة معينة، ويجب عليك أن تدفع بهذه البطاقة. كان ثمن هذه العملية 6 مليارات دولار، يعني حصلوا على أرباح من بسبب هذه البطاقة. نحن من خلال برنامج ولاء يمكن أن نحصل على يعني أرباح ضخمة وأسعار كبيرة، وهذا نفس الشيء هو متعلق بالشبكات. هناك مثلا في مدينتنا شبكة صيدلية، 80 صيدلية تقريبا. أنا تحدثت مع أصحاب هؤلاء الصيدليات، ونحن اتفقنا على أن تكون يعني عند افتتاح هذا المشروع هم سيشتركون فيه. كما قال دراغوس، نحن يعني نهتم بزيادة قاعدة عملائنا، وبشكل بسيط جدا أنت تقوم بإضافة عملاء إلى قاعدتك بشكل بسيط ومريح. نحن نذهب إلى هؤلاء الناس خلال شهرين، هو لا يقوم بدفع أي شيء، نظام بسيط جدا، وبعدها سيقوم بدفع شيء بسيط في اليوم يعني ثمن فنجان قهوة، لا تحتاج إلى مثلا يعني أي أمور إضافية أو إذن من مثلا أمور مختلفة. أنت تحصل فقط على إمكانية استخدام هذا التطبيق، وسيكون لدينا يعني لقاء أيضا للتعرف بشكل دقيق على جميع الإمكانيات في استخدام هذا التطبيق، ويعني سيكون الأمر بسيط جدا، بسيط للاستخدام، وسيكون هناك مثلا دورة تعليمية لأصحاب الأعمال كيفية استخدام وكيفية الحصول على الأرباح، وسيكون هذه النسخة هي مبسطة لكي يستطيع أصحاب الأعمال أن يتخذ القرار. يمكن إرسال رابط وبعدها سأخبرك بشكل يعني مفصل عن الموضوع. كما قلنا في الآن أغسطس سيبدأ الانطلاقة الأولى. نحن في البداية نقوم بجمع 1000 شخص الذين سيحصلون على تعليم معين، لا نريد أن نسبق يعني الظروف والأحوال. النظام هو رائع، نظامنا، ونحن متأكدون سيكون لدينا نتائج، تكون لدينا نتائج ممتازة. المهم هو أننا أن نتكلم ونخبر الناس عن هذا الموضوع بشكل صحيح، والمهم هو كما قال دراغوس بعد التعليم وبعد الاستشارات التي سنقوم بها سيكون لدينا يعني
إحصائية للتعرف على الأفكار والآراء، وترك وكتابة طلب. سنجمع 1000 شخص، هؤلاء 1000 شخص يحصلون على تعليم واختبار معين، وفي 10 دول سنقوم بالبدء. وبعدها 15 سبتمبر سيكون الانطلاق بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم. طيب، تاليا ننتقل إلى شرح تاليا. كان لدينا يعني نحن وضعنا رسالة هي توحيد وإلهام الناس للحصول على المتعة من الحياة. يعني مثلا الحصول على الإلهام والمتعة مثلا وإمكانيات أخرى في الحياة، وهذا للناس وإنما لأصحاب الأعمال. فهذا أيضا الأمور التي نقدمها هي أيضا تعطي لصاحب العمل تسهيل كبير في عمله التجاري. فريق يوغين وبرنامج يوغين ساعد عملائكم أن يصبحوا أكثر سعادة، وتساعدكم أنتم كي تصبحوا أغنى. أعزائي زملائي، لدينا خطة يعني معينة وتاريخ معين. بدأنا تسجيل الشركة في الولايات المتحدة، نحن أصبحنا يعني في إحدى الولايات الأمريكية بلافير، أصبحنا يعني سجلنا بشكل رسمي في بلاي ماركت مثلا وأبل، ولدينا مثلا الشعار الرسمي، نحن على في الخط النهائي. لدينا فقط الانطلاقة، وستكون لدينا يعني نتائج رائعة. لدينا هنا يعني هذه الشريحة، نحن سنتحدث عنها بشكل مختصر. النقاط الأربعة الأخيرة هي النقاط هي كلها مهمة، لكن الأربعة الأخيرة هي الأهم. إمكانية إنشاء ائتلاف نظام الولاء وبشكل بسيط ورخيص. أنت كي تذهب إلى يعني مركز تجاري وتعمل هذا النظام، وهذا المركز التجاري سيحصل على 6 ملايين دولار بسبب هذا النظام. يعني في حالة مثلا إذا أنت أخذت هذا المبلغ من بنك، فستخسر هذا الأمر في حالة من الأحوال إذا كانت هناك مشكلة معينة، ولكن لن تخسرها في هذا النظام. والقدرة على تنظيم الولاء المركزي والشركات والشبكات، والقدرة على إنشاء منطق سلسلة القلاب، إمكانية الدخل السلبي للشركاء. هذا النظام يعني مجاني لشركات أخرى، هو يعني هو بمبالغ ضخمة، ولكن يعني كما قلنا أن إمكانية الدخل السلبي أو الإضافي للشركاء هو شيء. أنت كشريك الذي يقوم بجذب رجال الأعمال وأصحاب الأعمال، وإذا قلنا أنه مثلا في كل مدينة 10,000 مثلا صاحب أعمال، من هؤلاء 10,000 مثلا 20% يمكن الحصول عليهم وجذبهم بشكل سهل. وتخيل في هؤلاء 2,000 شخص كم سنحصل على دخل.
من خلال هذه الإمكانية، هذا التطبيق، سنتمكن من هذا الأمر بشكل بسيط جدا، وسنتمكن من الحصول على الدخل السلبي للشركاء. وأخيرا أعزائي، يعني الزملاء الأعزاء، شكرا جزيلا، كنت سعيدا جدا بنقل لكم هذه المعلومات. كما تحدث دراغوس اليوم عن خطط الشركة، والآن سأخبركم عن أمر معين. كان هناك رياضي اسمه سيرجي، هو بطل عالم في القفز العالي، هو من أوكرانيا، ولد في لوغانسك مدينة. هو الشخص الأول الذي قام بالقفز من على عائق ارتفاعه 6 أمتار، وهو قام بتسجيل بارتفاع قفز بارتفاع 6 أمتار و14 سنتيمتر، ولا أحد يستطيع أن يعني كسر هذا الرقم القياسي. وعندما سألوه كيف أنت قفزت بهذا الارتفاع، هو قال عندما أريد أن أقفز هدفي دائما هو 7 أمتار. يعني هدفه الأول والأخير هو الحصول على أعلى النتائج. أتمنى لكم جميعا النجاح، وأتمنى لكم الوصول إلى ما تتمنوه وتريدون. إذا كانت لديكم أسئلة يمكنكم طرحها. هل سيكون التعليم بمدفوع الثمن؟ لا، التعليم سيكون مجاني، ولكن هناك يعني أمور معينة سنتحدث عنها ودراغوس سيتحدث عنها. هذه القاعدة هي، أو هذه المنصة uGain، هي للأعمال التجارية، هو حل للأعمال التجارية، هو يقوم بحل أمور أو احتياجات معينة للأعمال التجارية. أين يمكننا أن نقوم بتحميل uGain؟ نحن يعني الآن يمكنكم الدخول حاليا إلى الرابط uGain.app، في من خلال هذا الرابط يمكنكم الدخول، ويمكنكم أيضا من بلاي ماركت وأب سكور، سنخبركم بالمعلومات بأقرب وقت، بالوقت الذي سيكون قريب من في فترة الإطلاق، وبعدها سيكون يمكن من بلاي ماركت أو أب ستور. سيكون ثمن التطبيق أغلى في المستقبل في أب ستور، وبالنسبة لل يعني العملاء هو سيكون مجان، ولكن بالنسبة لأصحاب الأعمال هو سيكون هناك يعني دفع معين، مبلغ معين. حاليا سيكون في البداية مجانا، ولكن بعدها سيكون الثمن سيكون $28 كإيجار شهريا، أو إذا قمت بدفع لمدة سنة فسيكون أرخص، وإذا أنت تقوم بالاستمرار بالاستخدام ممكن أن تستخدم مجانا. هناك أمور يعني لبعض العملاء الذين ستكون لديهم فترة لتجريب هذا التطبيق. هل طبعا
أنتم الآن مستثمرون في uGain، يعني هو أحد مشاريع التطور الاقتصادي الجديد للعالم. هو سيتم توزيعه بيننا. uGain هو هل هو نفس الشيء كالتوأم الرقمي؟ لا، هذا شيء مختلف. أنت في uGain أنت تقوم بالتسجيل وترك رقم الهاتف للتسجيل. كل هذه المعلومات سيتم تخزينها في القاعدة. ليس للجميع المشتركين في الحساب الشخصي لا يوجد الرقم الهاتف، ولذلك نحن نحتاج إلى أن تضيفوا أرقام الهواتف في حساباتكم الشخصية كي ينقل بشكل أوتوماتيكي إلى uGain. هل هذا هو برنامج فقط للحصول على العروض والخصوم؟ الآن هو يعتبر كبرنامج لبناء علاقات مع العملاء، وفي نفس الوقت برنامج لبناء نظام الولاء مع العملاء. نستطيع أن نقول أن للمنافسين لا يوجد مثل هذا البرنامج أو التطبيق أو الإمكانية. أنا هناك سؤال، لا أفهم كيفية استخدام التطبيق. هذا التطبيق هو لأغلبية الناس أو لعامة الناس، يعني أنت تستخدم هذا التطبيق عند الدخول إلى أي مكان معين، ولكن بالنسبة لأصحاب الأعمال، يعني أما هو يجد التطبيق بنفسه أو أحد شركائنا هو قام بالتوصية بهذا التطبيق، يعني كل يعني هذا العميل وأصدقائه وكل معارفه سيكونون تحت هذا الشخص، يعني هو الذي جاء بهؤلاء الأشخاص، وهو سيحصل على مثلا تخفيضات يومية، خصوم يومية. ولذلك أنا أعتقد يجب استخدام مثل هذه الخاصية. سؤال، هل سيكون هناك مثلا يعني مكتب معين أو مؤسسة معينة ستقوم بالعمل مع هذا البرنامج؟ أنا كل لدينا ممثلون على مستوى دولي. سيكون يعني لديهم حساب خاص لهؤلاء الممثلين، وأصحاب الأعمال أو أصحاب الأعمال التجارية الذين قد قاموا بمرور بتدريب معين على uGain سيكون لديهم إمكانية في التعامل بهذا البرنامج. عندما سيكون سؤال آخر، الآن كما قلنا 10 دول التي سيتم إطلاق هذا التطبيق، ويمكنكم أن تصلوا إلى هذا التطبيق عن طريق الرابط أو البحث. الرابط هو موجود في هذه الصفحة في الأسفل. أيضا هناك أمر آخر، سؤال آخر. نحن تحدثنا عن في السوق التسويق الشبكي هناك أمور مختلفة. هناك شخص لا يريد أن يكتب قائمة أسماء، هناك أشخاص يريدون أن يكون بالاتصال بأشخاص كما ذكرنا، ولكن
هذا التطبيق هو سيمكننا من القيام بهذا الأمر بشكل أسهل والحصول على عدد كبير من العملاء. مثلا لدينا محطة وقود في اليوم الواحد، كثير من السيارات تقوم بالتزود بالوقود، وأكثر من 100,000 شخص في اليوم. كيف، ما هو رأيكم إذا تكلمت مع صاحب هذا العمل الذي وأخبره أن هذه الأداة هي يعني فعالة وسيكون هناك نتائج إيجابية وإلى آخره، فسأنا أقدم له الإمكانية وأنا في نفس الوقت سأحصل على عملائه في هيكليتي؟ يعني إمكانية الحصول على الشركاء من قبل uGain إمكانية كبيرة. نعم، هل يمكن بيع دورات أونلاين في uGain؟ لا، نحن هذا اتجاه آخر. إذا كان لديك مثلا عمل تجاري يمكنك أن تقوم بالتسجيل كعمل تجاري وبيع هذه الخدمة، ولكن هذا إذا لن يكون مخالفا للقوانين. يعني صاحب العمل عندما يقوم بتقديم الطلب سيكون لدينا يعني معالجة وتحليل لهذا الطلب. هناك أمور يعني لا ممنوعة في التعامل وفي إعلانات مثل التبغ وغيرها. نحن يعني يجب علينا دراسة عمل تجاري وتحليله. كيف يمكن المشاركة في المشروع؟ بعد الدخول إلى التعليم سيكون لديكم رابط لكتابة استبيان معين لهؤلاء الذين يعتبرون أن هذا البرنامج هو يعني مهم بالنسبة إليهم. بعد مرور العمل التدريب سيبدأ العمل في البرنامج. كيف يمكن استخدام هذا البرنامج لبيع الخدمات؟ أنت تقوم بالتسجيل وسنقوم بإرسال هذه الدول العشرة، ولكن إذا أنت من غير من دول الأخرى بعد 15 من سبتمبر أنت ستشترك يعني كيف ستدخل وتستخدم؟ الأمر سهل وليس صعب. هناك، هل هناك مثلا منصات أخرى تشبه uGain؟ هناك منصات مختلفة، ولكن لدينا خصائص ووظائف غير موجودة لبقية، وهي أعمق وهي أكثر فعالية. يعني أنا أقول أن الحلول هي ممتازة والحلول هي رائعة. لن نتحدث عن الأمور المالية، ولكن نحن نقول أنه تقريبا كل شيء سيكون لكم. الدول العشرة سنقوم بإرسالها إليكم. هل سيكون هناك نظام خاص في الحساب الشخصي؟ نعم، هناك حساب شخصي هو نظام التسويق، سيعمل بهذا الشكل. كل ما يتم
منحه من النقاط في uGain ستكون موجودة أيضا في الحساب الشخصي. ماذا حصل مع شيكارد؟ هذا السؤال هو سيوجه إلى أندري فيودروفيتش. أين ومتى يمكن الحصول على التدريب؟ كتابة الطلب، ملء الطلب، والأسبوع القادم ستبدأ مرة واحدة في الأسبوع. سيكون هناك كيف يعني سنبدأ بالعمل؟ سيتم شرح كل هذه الأمور، وكل هذه الأمور هي موجودة. أهم شيء هو ملء الطلب. أنا انتهت الأسئلة. سؤال آخر، كيف يمكن المشاركة في التدريبات؟ وهل هذه التدريبات هي ستكون متاحة لأستراليا؟ دراغوس هو سيجيب عن هذا السؤال. يجب ملء الطلب، ويجب أن يكون الوظيفة هو مستشار، وسنقوم بجمع الشخص. ما نعتقد في أستراليا أيضا سيكون دراغوس هو سيجيب عن هذا الأمر. كيف سيكون التعامل؟ نعم، هذا السؤال أيضا هو لدراغوس. كيف سأعرف أن هذا الشخص الذي قمت بجذبه سأعرف هو أنه من طرفي؟ بحسب كما قلنا الحساب الشخصي على الصفحة الشخصية، سيكون هذا الشخص موجود. أنا متأكد أن هذا يعني المشروع هو مشروع ذو قيمة عالية لأصحاب الأعمال، ودراغوس سيتحدث عن هذا الأمر. ما هي القطعات التي سنشارك فيها؟ نظام uGain هي يعني فعالة في جميع القطاعات. كما قلنا العمل التجاري هو العملاء، وكلما عرفنا العملاء سنعرف العمل التجاري ونطوره بشكل أفضل. وهنا نقدم إمكانية لأصحاب الأعمال، لأن العمل التجاري هو العملاء، والعملاء يعني في جميع القطاعات نحتاج إلى عملاء. القطاعات هي كلها قانونية، هل لمشروع uGain موقع على الإنترنت؟ نعم هو موجود. لدينا عدة خوادم، uGain دوت APP هو فارغ حاليا. yes، أنا سأكتب uGain دوت dev. لا أطلب منكم أن عدم كتابة معلومات عن هذا المشروع. نحن ننتظر الإطلاق
الرسمي الآن نحن نتحرك من يعني أعمالنا التجارية الخاصة والأصدقاء والعملاء يعني، وأنتم تقوم بالتوصية بشكل شخصي فقط عن طريق التوصية الشخصية، وبعدها سنبدأ بالعمل عن طريق قنوات أكثر وأكبر حجما، ونرجوكم عدم إعطاء يعني المعلومات، نقل المعلومات فقط يا أعضاء مؤسستنا، ذلك كي لا يعرف المنافسون شيئا عن هذا الأمر. الإطلاق الرقمية التجريبية ستكون قريبة، سنقوم بنقل يعني قيمة هذا البرنامج لشركائنا. uGain.dev هناك موقع يعني مستخدمين، هو الآن باللغة الإنجليزية، بعدها سيكون بلغات مختلفة، والمعلومات الأخرى سنقوم بإرسالها لاحقا. هل توجد أسئلة؟ إذا ما كانت هناك أسئلة لن يعني أضيع وقتكم، كنت سعيد جدا بإعطائكم هذه المعلومات، وأأمل أن يكون هناك يعني بداية ضخمة، والجميع سيقومون بالحصول على الأرباح، مساءكم سعيد، وسننتقل إلى دراغوس. شكرا جزيلا دينيس، أنت يعني قمت بشرح رائع لهذا العرض التقديمي، كل العرض التقديمي كان بشكل قدمته بشكل رائع وسهل، ونحن فهمنا بشكل جيد أن هذا العمل التجاري هو يمكننا أن نكون وسطاء بين العملاء وبين أصحاب العمل، بين هؤلاء الناس الذين يقومون ببيع خدمات أو منتجات معينة، و 75% من العالم الذين يقومون بشراء هذه الخدمات. هذه إمكانيات رائعة، وأنا أأمل أن يكون لجميع الناس الذين شاركوا في هذا العرض التقديمي أن تكون المعلومات قد وصلت إليكم بسهولة وفهمتم كل شيء. نحن يعني كنا نريد أن نوصل المعلومات ومعلومات المشروع إليكم كي تكونوا أنتم وضعتم لأنفسكم تقرير كيف ستتمكنون من عبور أو تخطي الصعوبات التي تواجهونها في التسويق الشبكي، وأنا أأمل أن تكون هذا المشروع سيقدم إلينا فوائد وإمكانيات أن نحقق تدفق من العملاء وتدفق من النسب. السؤال الأول، ما هي خصائص الناس الذين يمكنهم أن ينضموا إلى الألف الأوائل من الرؤساء الذين سيكونون ضمن هذا المشروع في البلدان 10 الأولى؟ يجب عليكم أن
تخطي التعليم المجاني لهؤلاء الألف شخص يكون مجاني دورة، ويكون لديكم مركز مستشار وأعلى، وأن تكون يعني عضو في نادي VIP. نعم. ما لا أريد أن أخذ وقتكم. نحن الآن نعمل لمدة 2:20 أن تكون الريتم الأخرى. القائمة قائمة 10 دول سنقوم بتقديمها إليكم في أقرب وقت. نحن نقوم بترجمة المعلومات إلى اللغات المختلفة، وستكون القائمة لديكم في أقرب وقت. هناك أيضا أسئلة حول استخدام العملة المشفرة. العملة المشفرة هي مهمة جدا، لأننا نفكر الآن كيفية استخدام uGain توكن. يجب أن يكون هذا التوكن أن يكون يعني معترف به، وهذا لن يكون هذا التوكن يجب أن يكون بالحجم النهائي لهذا التوكن. نعم، ويمكننا زيادة ثمنه وإمكانياته. هؤلاء 1000 شخص الذين سيشاركون في بداية هذا المشروع قبل البدء الرسمي بالعمل، كل واحد سيحصل على 1000 توكن أو عملة رمز مميز. لذلك يجب عليكم أن تقوموا بملء الطلب، وهذا سيعطينا إمكانية بما في ذلك الحصول على النمو في NTB وفي الرموز المميزة الخاصة بنا. عندما قل فقط لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم عضوية في نادي VIP والذين لديهم مركز مستثمر وأعلى، يمكنهم الدخول والحصول على التعليم. نقوم بجمع هؤلاء 1000 شخص. سيكون هناك تعليم لهؤلاء الأشخاص كيفية العمل مع أصحاب الأعمال، وكيفية التعامل مع العملاء، وكيفية العمل بشكل صحيح مع رجال الأعمال الكبار مثل أصحاب مراكز تجارية وغيرها. وبعدها سنتحدث معكم عن التسويق وعن النسب. هذا سيكون يعني اجتماعات أساسية،
نحن الآن نقوم بهذه الأمور كي تتعرفوا على يعني مزايا هذا البرنامج، وبعدها ستكون هناك دورات أخرى وويبينارات أخرى. هل سيكون يوجين هل سيكون هو متصل ب يو جي باي؟ سيكون هو متصل به وب أنظمة أخرى للدفع. هل توجد أسئلة في الغرف الأخرى؟ إذا لا توجد أسئلة أخرى هناك سؤال. ماذا حدث مع شيكارد؟ كما قال دينيس، هذا السؤال يمكن أن يجب أن نطرحه على في الويبنار الختامي في نهاية الشهر، لأننا مع شيكارد قررنا أن نوقف تعاوننا لأننا ما حصلنا على ما كنا ننتظره، ولذلك قمنا بإجراء مشروع آخر. وبعد 15 من سبتمبر سيكون الانطلاق الكبير. لدينا الوقت وقت قليل، سيكون لدينا في أيدينا يعني الأدوات اللازمة للخروج في هذا العمل. الآن سؤال، متى سيبدأ التعليم؟ عندما سنصل على 1000 رئيس سنبدأ مباشرة بالتعليم. لن ننتظر 15 من سبتمبر، وكل المعلومات ستكون في حساباتنا الخاصة في جزء أو صفحة الأخبار، وبشكل تدريجي سنقوم بإعطائكم المعلومات اللازمة للمشاركة في هذا المشروع. الآن سيبدأ تعليم 1000 شخص، وبعد 15 من سبتمبر هل سيكون التعليم للبقية أيضا؟ بعد 15 من سبتمبر بحسب الخطة سنقوم ب رود ماب لهذا المشروع، وسنقوم ب يعني إعلانه، وسنمنح
إمكانية للمشاركة لجميع الناس من جميع أنحاء العالم. هل توجد الورقة البيضاء لهذا المشروع، مشروع يوجين وايت بيبر؟ نعم، لدينا وثيقة كما قال دينيس، نحن لا نستطيع القيام بهذا الأمر قبل الانطلاقة الرسمية. نحن لدينا أمور كثيرة نريد أن تكون داخل شبكتنا فقط. لدينا أمور نفس واجهنا بعض المشاكل مثلا مع العملة المشفرة، فنحن سنقوم بهذه المعلومات طرحها أو وضعها في الحسابات الخاصة. كان هناك سؤال عن هل يمكن بيع معلومات، يعني خدمات معينة مثلا العلاج وأمور أخرى وفي كوستاريكا بالتحديد؟ كما قلنا، نعم، هذه الدورات التعليمية هي ستكون مجانية لشركائنا، والبلدان العشرة الأولى التي ستنضم إلينا لعملنا التجاري، لبداية عملنا التجاري، وستكون بلغات مختلفة. فإذا تحدثت باللغة الإنجليزية مثلا وإذا تحدثت باللغة الإسبانية ستكون هناك إمكانية أيضا التعرف عليها. ونحن اخترنا هذه العشر دول التي يعني تتحدث بهذه اللغات، ولا أستطيع أن أقول أن في كوستاريكا أي لغة، ولكن أنا أقول أن هدفنا هو يعني تغطية العالم. وعندما سنقوم يعني تطوير وتنمية هذه المشاريع بشكل تدريجي، سنقوم بدمج دول جديدة أخرى، وسيكون هؤلاء هم شركاؤنا. سؤال آخر من الغرفة الإنجليزية، أي سلسلة كتل ستستخدم تطبيق uGain؟ كما الدورات التدريبية سيتم بيعها عن طريق أكاديمية الاستثمار الخاص وليس عن طريق uGain. في الغرفة الإيطالية، هل يمكن ليوجين أن تستخدم من قبل الأطباء مثلا؟ نعم أكيد، إذا هناك طبيب يريد أن يقوم بإعلان عن خدماته ولكن لا يوجد لديه موقعه أو يريد التواصل مع عملائه، فهذا هو إمكانية رائعة للتواصل مع الناس. التهنئة إمكانيات مختلفة. في كوستاريكا كتب أنهم يتحدثون باللغة
الإسبانية، أنا كنت لست متأكد 100%. اللغة الإسبانية هي إحدى اللغات التي سنقوم بترجمة المواد عن يوجين باللغة الإسبانية أكيد. ماذا عن سلسلة الكتل أو بلوكشين؟ هل أي بلوكشين سيستخدم يوجين؟ سيكون سلسلة كتل أو بلوكشين الخاص بمؤسستنا، مؤسسة التطور الاقتصادي الجديد الآن. ما هو جيت هاب؟ دراغوس هو يسأل مرة أخرى، يعني بأي شيء متعلق هذا السؤال؟ لا توجد إجابة ممكنهم، يعني زيست أراس كيشات بيشوت موشنا لي أتبرابت نام السلكو. الرابط هو سيكون موجود في جميع المجموعات مع التسجيل لهذا الويبنار أو اللقاء. حسنا، أنا أرى أننا انتهينا. شكرا جزيلا جميعا على الاجتماع وعلى المشاركة في هذا الاجتماع. يجب عليكم أن تستمروا بمتابعة المعلومات في الحساب الخاص، ستكون هناك معلومات رسمية في هذه الحساب الخاص. شاركوا في التعليم في هذه المرحلة المهمة. سنلتقي في الأسبوع القادم وسنتكلم عن يوجين مرة أخرى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء، وشكرا على انتباهكم.